السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزيد في اللون خوتنا في الجزائر. صاليتو الموضوع. الموضوع اللي فيما يخص اليوم كان أخ سألني سؤال، قال لي ما رأيك في حمروش وما أدلى به من تصريح فيما يخص ترشيحه للرئاسيات في الجزائر. حأجيب كالتالي: إنسان سياسي حمروش ذكي، ذكي لدرجة أنه قال بطريقة ما أنه مع الثورة السلمية التي الجزائريين قائمون بها. كيف ذلك؟ لأنه رفض أن يترشح وقال بالكلمة الواضحة أنها الظروف لا تسمح أن يترشح الإنسان، ولا يستطيع أن يكذب على الشعب أنه يترشح ويفوز، ولا يستطيع أن يعمل أي كان، لا يستطيع حتى العمل في مركز كرئيس، لا يستطيع العمل. هذا حقيقة شجاعة منه، لأنه قال الحقيقة كما هي، وقال فيه أشياء ممكن نقولها وأشياء لا نستطيع أن نقولها. يعني قصد أن الجزائر مستعمرة. إذا كان رئيس يترشح الآن ويوصل للحكم ولا يستطيع التحكم في الأوضاع في الجزائر، يعني الجزائر مستعمرة. عن طريق من؟ عن طريق العساكر. هذا ما فهمته أنا. لو سمحت الظروف ممكن يترشح، لكن شجاعة منه قالها صراحة أنه مع الثورة السلمية. قالها بطريقة ذكية لكن قالها. شكرا لحمروش كشخص، شكرا لحمروش كسياسي، كمواطن شكرا لك، لأنك مع الشعب. هذو هم الرجال لهم مواقف. أما الباقية من لما ترشح، من 170 إنسان ترشحوا، هذو أنا لا أعتبرهم حتى بني آدمين متآمرين على الجزائر، ولا حاسين الرونجاس كما نقولها في البلاد، لأنهم يريدون أن يكونوا في المركز ولا يهمهم إتا كما أقول لك تخرب مالطا، ما يهمهمش، مهم الرئاسة وينهبوا فانيهما مع العساكر. هذا هو مهمهم من كل ما ترشح، ويريد أن يكون رئيسا في الجزائر الآن في هذا الوقت أنه خائن للوطن ومتآمر على الشعب، لأنك تتآمر مع على الشعب مع العساكر، ومع مدام تآمرت مع العساكر تتآمر مع فرنسا، ومدام تآمرت مع فرنسا تتآمر مع الإمارات، ومدام تآمرت مع الإمارات تتآمر على مع إسرائيل على الجزائر. هذا إذا كنت تبي تفهمه بالطريقة هذه. كي أي إنسان يمشي مع العساكر ومن لعبة العساكر، يعني هو ضد الجزائر وضد الوطن وضد كل طموح الشعب. لأن الاتفاقيات وكل ما يجري الآن مناورة ومؤامرة ضد الجزائر وشعبها. لذا لازم الانتخابات هذه تسقط، والانتخابات هذه إن شاء الله لما تقوم على أساس تكون ترانسبارنت، نظيفة، مع أناس نظاف، لا مع بدوي ولا من صالح ولا من قاعد صالح ولا حتى من خليفته، لأنهم ممكن يفكروا في ذا الأيام يدوروا له خليفة يعني يحال تقاعد حاجة من ذلك، ويقع إنسان يجي في بلاصة أركان. لا، إحنا ما خصناش واحد في مكان رئيس الأركان، وما يعني ذلك، حط خرج زبلة ودخل زبلة. نظام قانون يتحكم في الكل، القانون فوق الجميع. لأن تجيب لي نوتر جنرال وتحطوا رئيس على الأركان، وإحنا ما عندناش حتى وزير الدفاع، تجي تحطه نائب، شبغي تحطوه الآن من غير دستور، ومين لا غادي يحطه الرئيس اللي يحطه اللي هو من صالح غير دستوري.
يعني لازم تغيير جذري جذري، والقانون يكون قانون فوق الجميع، هذا المقصود منه. وفيه الأطروحة تاع الرئيس، الرئيس الذي يكون منتخب ولا من دون صلاحيات، هل ممكن يكون تصليح بالفساد؟ بالفساد يعني فاسد، إنسان فاسد يصلح في هذه الأيام، يعني حتفسد، حتزيد في الفساد. والجزائر لا تستحق أكثر من ذلك، يعني لازم توقف هذه المهازل، لأن الجزائر لازم لها ناس نظاف. وما الداعي أنك تحط إنسان آخر عسكري يروم بلاسي القايد صالح ونفس النظام؟ لا، وش غيرت؟ غيرت لي الوجوه؟ احنا لا نريد تغيير الوجوه، نريد تغيير أنظمة، أنظمة يكون نظام قانوني، قانون، القانون يكون فوق الرئيس وفوق البواب وفوق المسكين وفوق الغني، هذه لازم يكون هذا القانون، القانون حتى تبنى الديمقراطية على حق وتطبق المادة 87. لكن أتيان بأي إنسان في هذه المرحلة مهزلة مهما كان سيفته، لأن التغيير يبدأ من الصفر، لا تستطيع بناء أساس، بناء عمارة على أساس قديم، إن الأساس القديم المخروب اللي عدت عليه مئات السنين، أو كما نقول إحنا في حكمنا إحنا في 60 سنة وما يحكموا، مش ممكن تبني عليه بطيمة، تبني بطيمة جديد على أسس قديمة وهشة، يعني ماذا؟ تريد إسقاط العمارة بأكملها، هذه اللي بغا يدوروا. لكن الانتخابات هذه كما أقول لك انسى، قلعها من راسك، بس القايد، والقايد هذا لازم يتحاسب، هذا اللي راه في مدة أسبوع راه متخبي في الناحية الثانية في وهران عند نسيبه، لأن أولاده هربوا وريدي، هربوا راهم في فرنسا وراهم في الإمارات، كان اللي راه في الإمارات واللي هربوا التوالى راهم في فرنسا، راهم في سيزيام أرونديسمون، parmi les plus chic building فما باتيمات لي باتيمون لي بلو شيك، راهم شارين عندهم رزوقات يتو. لكن الجزائريين لازم يوقفوا على وقفة واحدة، أنه هذا السيستم لازم يسقط كامل، هذا اللي بيتا نقوله لأخوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.